الاكس والواي. قبل ما قبل اللوب لازم نختار الاكس والواي. نختارهم فين؟ المفروض ان انا بختارهم عند نقطه الاو، مش هاخدهم عند نقطه، هاخدهم في الفضاء عن بيبعد عن الاو اكس او واي او، فهاخد اكس واي هنا كده اكس واي، ودي نقطه او داش. يبقى اللي معروف عندي ار2 و اتش و اكس او واي او و اكس كيو و واي كيو و سيتا 2. اي كراسات اي حاجه، اي كراسات اي حاجه عندك كل الكراسات كل الحاجات اللي عندك دلوقتي. دول المعلقين هم يا شباب، المعلقين رقم 1. نفس الكلام ده بالظبط لغايه هنا كده، نفس الكلام بالظبط. او داش او اي، واكتب المعادله، بكتب احولها الكومبلكس واساوي الريال بريال والماشي البشري، دي لك اكس اي واي اي. ناخد بعد كده ايه؟ او داش اي بي، او داش اي بي. هو ايه المطلوب يا شباب؟ عايز اعرف مكان السبايلر فين على اللينك اللي هو الاوسيليتنج لينك، وفي نفس الوقت زاويه ميل الاوسيليتنج لينك. يعني عايز اعرف الانجل ديت اللي هي سيتا 4 والمسافه دي اللي هي اكس 4. عايز اعرف السبايلر فين بالظبط من نقطه كيو، وعايز اعرف الانجل بتاع اللينك 4. طبعا ده اللينك 2، ده اللينك 3، وده اللينك 4. او اي بي، هقول بقى ايه الاو اي وداش اي بلس اي بي يساوي ال O داش B. O داش B. O داش B. مش ممكن اخدها. واحد بيقول بقى بس ما لسه ما قلتش حاجة. انت عارف يا دكتور. انت. انت هتنصر من النهايه عديها. بص يا شباب، من المعادله بتاعت اللوب اللي هي او داش اي بي، خدت او داش اي بلس اي بي، او داش اي بلس اي بي بيساوي او داش بي. طب الاو داش بي انا عايز اجيبه بدلاله حاجه ثابته، يعني اللي هي ايه؟ او داش كيو بلس كيو بي. نحول بقى المعادله دي لايه؟ لكومبلكس. او داش اي اللي هي اكس اي بلس اي واي اي، بلس اي بي، ده اتش ده الماجنتيود. طب والانجل بتاعته كام ده؟ سيتا 4. الاتجاه ده اللي هو ايه يا شباب؟ اي اي ها؟ سيتا 4. الاتش ده في الاتجاه العمودي يعني اللي هو مين؟ اي 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 سيتا 4. يعني حول هنا بلس اتش في اي
اي اي ثيتا 4 ده اللي هو مين؟ الاي بي. الاي بي بيساوي الماجنتيود في الدايركشن. الماجنتيود اللي هو اتش المسافه دي اتش والاتجاه ده هو اي اي ثيتا 4. الكلام ده بيساوي او داش كيو اكس كيو بلس اي واي كيو كيو بي اكس 4 في الاتجاه بتاعها اللي هو اي اي ثيتا 4. المعادلة دي فيها كم مجهول يا شباب؟ سيتا 4 واكس 4. سيتا 4 واكس 4 الباقي كله معروف. اكس اي واي اي جبتهم معادلة رقم واحد. اتش ده جيفن. اكس كيو واي كيو دول انا عارفهم. ما احنا يعني قلنا قبل كده لو سويت الريال بالريال ماشي ماشي هدي لك معادلتين في مجهولين بس هتقعد تحل فيهم صفحتين كده يعني. عشان كده نعمل ايه؟ نرتبهم الاول بعدين نضرب في الكونسول. نرتبهم الاول. نرتب يعني نخوض الحاجات اللي فيها سيتا 4 مع بعضها. يعني اكس 4 ماينس اي في اتش اي اي سيتا 4 الكلام ده يساوي انا خدت ايه الترمين دول؟ خدت الترم ده والترم ده جبتهم الطرف ده يبقى هجيب دول ايه؟ هنا كده يبقى ده اكس اي minus x cube plus i y a minus y cube. لما جمعت الحاجات اللي فيها سيتا مع بعضها والريال والإيماجن مع بعضه المعادلة زي ما احنا شايفين فيها ايه؟ سيتا 4 واكس 4. هضرب في الكونجت عشان اضيع مين؟ سيتا 4 واجيب الاكس 4. بعدين ارجع للمعادله دي تاني اساوي ريال بريال ماشي ماشي عشان اجيب كوزاين وساين سيتا 4. نضرب في الكونجت. نضرب في الكونجت. الكونجت بتاع ده ايه يا شباب؟ اكس 4 بلس اي اتش اي ماينس اي سيتا 4 والكونجكت بتاع ده هو نفسه بس ايه؟ ماينس اي الواي. طب لما نضرب حاجه في الكونجكت يبقى ريال تربيع بلس الايماجن تربيع يبقى هنا ايه؟ اكس 4 سكوير بلس اتش سكوير هيساوي اكس اي ماينس اكس كيو سكوير واي اي ماينس واي كيو سكوير. يبقى اكس 4 هتساوي هعمل ايه الاول؟ هجيب الاتش دي هنا يبقى ماينس اتش سكوير واخد ايه؟ السكوير روت بتاع المجموعه دي كلها. يبقى سكوير رول اكس اي ماينس اكس كيو سكوير واي اي ماينس واي كيو سكوير ماينس اتش سكوير معادلة رقم 2. نعم مالو؟ مين الاي بي؟ اللوب دي يا باشمهندس كتبت ايه؟ او داش اي بيتساوي ايه؟ او داش اي بلس اي بي بيتساوي كام؟ طب الاي بي فين؟ الاي بي اللي هو ده مقداره كام؟ اتش واتجاهه ايه؟ عمود على اللينك ده اللي هو الاتجاه ايه؟ اللينك ده اللي هو مين؟ بالظبط كده الاي اي سيتا 4 اضرب في اي يبقى ده الاتجاه العمود عليه. جبت كده يا شباب اكس 4. هرجع بقى للمعادله دي تاني
عشان اجيب السيتا فوق. المعادله اللي هي قبل ما اضرب في الكونجوجيت. بس خد بالك هنا المعادله دي فيها في الطرف الشمال ريال وامجن كان هنا ايه. بص المعادله دي كان هنا مضروب ايه في السيتا 3 اب 3 بس ريال بس. وكذلك كان في الفور بار مكنز نفس الكلام هنا في ايه ريو والامجن. فقبل ما اضرب قبل ما اسوي ريو ريو والامجن ماجن هحط المعادله دي كده هقول اي اي سيتا 4 بتساوي اكس اي ماينس اكس كيو بلس اي واي اي ماينس واي كيو على اكس 4 ماينس اي اتش. ادي المعادله بتاعت اللي هجيب منها الكوزاين والساين سيتا 4. طب المعادله دي تنفع كده اساوي ريال بريال ماجن ماجن اما يكون عندك كومبلكس نمبر والمقام بتاعه كومبلكس. نعمل ايه عشان نضيع المقام ده؟ نضرب في الكونجكت بتاع المقام. يعني حضرب البسط والمقام هنا فيه حضرب هنا في اكس 4 ها بلس اي اتش على اكس 4 بلس اي اتش فهيدي لك الكلام ده يساوي اللي تحت هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ اكس 4 سكوير بلس اتش سكوير. حصل الضرب ده في ده كومبلكس في الـ في الكونجكت بتاعه هيدي لك ايه؟ ده سكوير بلس ده سكوير. ادي المقام بتاعه الكوزاين سيتا 4 هيساوي الكلام ده الريال بتاع اللي فوق على ده والساين الايماجين بتاع اللي فوق. طب الريال بتاع اللي فوق عباره عن ايه؟ خد بالك ان ده كله اتضرب في ده يعني ده كده اهو مضروب في ده. فلما اضرب الريال في الريال ريال مش كده؟ يعني هنا اكس 4 اكس اي ماينس اكس كيو ايه كمان يدي لك ريال يا شباب؟ الايماجين في الايماجين الامجن في الامجن هدي لك ايه؟ نيجاتيف واي اي واي كيو مضروبه في ايه؟ في اتش. ادي الريال بتاع اللي فوق سويت ريال بريال فادى لك الكوزاين. الامجن ايه؟ هدي لك الساين. الامجن بتاع ده اللي هو ده في ده يعني اتش مضروبه في اكس اي ماينس اكس كيو وبعدين ده في ده بلس اكس 4 واي اي ماينس واي كيو. ادي الايماجري بتاع الريال في الريال بيدي لك ريال الايماجري في الايماجري يدي لك ريال وبعدين ريال في الايماجري وريال في الايماجري يدي لك ايه؟ الايماجري. المعادلتين الاخرانيين دول هم ايه؟ المعادلتين دول هم معادلتين رقم كام؟ 3. انا طبعا خميتكم في النص كده ومحدش سأل ولا حد بيسأل. فين بقى اللي خمسة؟ أنا وصلت كده. في ناس صحي يعني بس ما صحي ليه يعني ولا بكتب. مفروض يا شباب إحنا ما جبنا المعادلة رقم 2 خدنا السكوير والطرفين فالجذر ده مفروض إيه؟ بلس أو ماينس هتطلع موجب دايما. ليه بقى؟ إكس 4 دايما من فوق مش كده؟ يعني دايما السلايدر ده اوسيليتنج لينك. اوسيليتنج لينك هيتحرك كده اول ما هي ايه هيلف يروح الناحيه الثانيه يعني
اول ما هيلف يروح الناحيه الثانيه، ولو لف راح الناحيه الثانيه يبقى ده ميكانيزم جديد، يبقى في الحاله دي هاخدها ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف يعني عكس الاتجاه اللي انا بقيس منه السيتا 4. سيتا 4 انا واخدها كده، ولو كان كده يعني ده لو كان كده يا شباب الكيو اهي وده عامل كده، نفترض يعني ان هو عامل كده، فين السيتا 4 في الحاله دي؟ كل دي مش هاخدها دي يعني، مش هاخدها دي بس، هاخدها كل دي. وفي الحاله دي الاشاره تبقى ايه؟ بص بقى، لو خدت سيتا 4 كل دي يبقى فين الاتجاه الاي اي سيتا 4؟ لو دي سيتا 4 في الاتجاه اي اي سيتا 4 كده ولا كده؟ كده، يبقى ده الاتجاه البسط، يبقى الاشاره ناخدها ايه؟ بسط بقى، يبقى دايما الاشاره هنا ايه؟ بسط. الا لو انت عملت الكلام ده وخدت سيتا 4 الحته الصغيره دي، يبقى انت قلت لي ان هنا ده اتجاه الاي اي سيتا 4 في الحاله دي، اخد الجذر بالايه؟ وانا الافضل يعمل ايه؟ الافضل اخد الانجل كلها، الانجل كلها، يبقى الاشاره على طول بسط. رابع ميكانيزم التلتنج بلوك ميكانيزم.